بينما ينام المسؤولون في بيوتهم بين جدران يحتمون بها من لساعات البرد القاسية، يقطن أهالي تاورغاء بين الكثبان الرملية لصحراء جرارة القطف، يفترشون الرمال ويلتحفون السماء في ظروف معيشية قاسية، متخذين من هذه الخيام البالية والمتهالكة مأواً لهم. مئات المهاجرين من تاورغاء لا زالوا يصرون على البقاء سعياً للرجوع إلى بلدتهم، فلن يثنيهم التهجير عن العودة إلى أحضان منازلهم، فهم لا زالوا يضعون الأمل في المسؤولين لإنهاء معضلة تهجيرهم التي تعدت 7 سنوات من آلام وتشتت بين المخيمات في ربوع ليبيا، والتي تحتضن عشرات الآلاف من التاورغيين. إلا أن المسؤولين أعطوا بظهرهم لمعاناة أهالي تاورغاء دون بوادر لإنهائها، وذلك بعد فشل الاتفاق الذي أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي المنتهي الولاية بين ممثلي مدينتي تاورغاء ومصراتة، والذي كان من المفترض أن يتيح رجوع الأهالي إلى مدينتهم مطلع فبراير الماضي للعيش في منازلهم واستئناف حياتهم، ناهيك عن تراجع اهتمام المنظمات الدولية بهذه القضية الإنسانية التي لم تستطع أن تقدم لهم أكثر من خيمة في الصحراء. إلا أن هذه تبقى قضية وطن وكارثة إنسانية، وعلى مواطني ليبيا ومسؤوليها أن يشعروا بمعاناة وحال إخوتهم المتشتتين بين مخيمات تفتقر إلى مقومات الحياة الطبيعية والصحية. فما أصعب أن يقف المرء وينظر لحاله وهو يقلب أفكاره وذكرياته، يجد الدموع قد انهالت رغما عنه، فكل دمعة تحمل وجعا غائرا في أفئدة العائلة التاورغية التي فقدت منازلها جراء التهجير القسري. لقناة ليبيا الحدث، رواند لابيدي.